اكتر من لاعب داخل منطقه الجزاء. هنشوف بقى الضربه الركنيه تلعب على طول داخل منطقه الجزاء وضربه الراس هوبا لسه فيها كلام يا ولد يا اكرامي. يا سلام يا باسم، يا سلام يا باسم، باسم مرسي. شوف المتابعه، شوف المتابعه، قناص قناص قناص، هداف هداف هداف. باسم مرسي بيرفع رصيده من الاهداف الى الرقم 6، الى الرقم 6. سوء ارتباك، ارتباك وسوء تفاهم بين لاعبي النادي الاهلي نتج عنه هدف لباسم مرسي مبكر جدا، هدف بدري جدا جدا لنادي الانتاج الحربي بيرفع رصيده. ادي اللعبه، ادي العرضيه، شوف هنا ضربه الراس، شوف الاثنين اصطدموا ببعض وضربه الراس اصطدمت في باسم مرسي والتسديده في النهايه هدف اول لنادي الانتاج الحربي في الدقيقه 7 من زمن الشوط الاول. اذا الهدف ده هيحل اللقاء جدا جدا جدا. شديد قناوي عنده مشكله، ايه بقى المشكله؟ ظهرت في الكاميرا دي ان شديد قناوي